الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله أول بلا بداية الحمد لله آخر بلا نهاية الحمد لله من تكلم سمع الله كلامه الحمد لله من عاش فعلى الله رزقه الحمد لله من مات فإلى الله منقلبه الحمد لله العلي الأعلى الحمد لله على العرش استوى الحمد لله له الأسماء والصفات العلى الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا الحمد لله الذي أحيانا الحمد لله الذي رزقنا الحمد لله الذي أتم علينا الصحة والعافية الحمد لله أعاننا على صيام رمضان
الحمد لله أعاننا على قراءة وتتبر القرآن الحمد لله أعاننا على إقامة الصلوات الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وأليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا واحتسابا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما
وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم أكرمهم كما أكرمونا اللهم ارحمهم كما رحمونا اللهم إلهنا من كان منهم حيا من كان منهم حيا اللهم أطل عمرهم في طاعتك حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وزينه في قلوبهم وكرهه إليهم بالكفر والفسوق والعصيان وزينه في قلوبهم وكرهه إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا واجعلهم من الراشدين إلهنا من كان منهم ميتا رهين عمله في قبره رهين عمله في قبره اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعلهم يقومون من قبورهم آمنين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا من النار اللهم أعتق رقابنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان اللهم انصر أحوالنا وأحوال المسلمين في هذه المدينة والذين يساعدون لهذا المشروع المبارك اللهم أعنهم وانصرهم واحفظهم من كل فتنة والغيبة والنميمة والغش والحسد من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وبلغه لنا وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر اللهم إن كان هذه الليلة ليلة القدر فاعف عنا ذنوبنا فاعف عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فاعف عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء والجائحة اللهم ارفع عنا هذا الوباء والابتلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر